جيت وجابك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيبي، ولا ناوي يا حبيبي تجوع الجوعان أكثر، تجوع الجوعان أكثر. أوكي شكرا حبيبي، ولكم. تقول إني ما أهمك يا برودة والله دمك. شكله ما عجبه صوتي، ما حد عجبه صوتك خالد. لا 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 صوتي خايس أدري، والله العظيم أدري أن صوتي خايس، بس أنا عندي قاعدة، طول ما أنا أغني أمسلطن على صوتي ما علي باللي يسمعني، إن شاء الله لو يسكر أذنه، أهم شيء أن أنا أكون مسلطن. شنو برجك؟ برج الفقر، من الأبراج اللامالية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير اخواني خواتي، علومكم يا جماعة، عساكم طيبين. يا حياة الخفاش بدت. الله يا جماعة، على المدح اللي انا اسمعه من المطعم، والله هذه حلفة، ها هذه حلفة، ان لحد الحين ما في ولا اي انتقاد. ها اول مرة اصور مطعم ما يطلع لي واحد يقول لي والله انا ما عجبني، اغلبهم والله البيتزا، والله الباستا، والله عند هذا حلو. فتحمست اني انا اجرب. أوه يا سلام، هاي شنو هاي؟ أشوف دقيقة نبطل هاي كلها بس ونصور لكم. هاي شنو؟ ولا 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 ولا. الله يا الجبن. هالمفروض في معاه صوص. الله يسلمك يا سلام. هذا يا جماعة المفروض انه الموزاريلا. زين انقص البداية تبشر بخير. البداية تبشر بخير. حابيكم تشوفون حجم الباستا، الحجم وايد كبير، وهاي امدحوا عند الباستا بعد والبيتزا. اوف 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 بعد لحم. الله الله الباستا يا جماعة، شوف شكلها ما لها حل. اي والله ايوه. لا لذيذة، والله لذيذة 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 يا جماعة. الباستا تفوز والله العظيم انها تفوز. يا لبي هلا. ما لها حل والله يا جماعة، انها جبارة جبارة. حلوة 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 حلوة. تفوز يا جماعة من ألذ الباستات اللي كلتها.
وايد لذيذة، وايد مو بشوي. أنا بصراحة أهنير على المطعم، قاعد أكل أكل استوعبت إن أنا خلصت أكثر من النص، وأنا مو بحاسب نفسي من كثر ما أنا قاعد أتلذذ وأنا أكل. وللعلم إن أنا مش من محبي الباستا، لكن هذه تفوز. آخر لقمة بس لأن بيجرب البيتزا. آخر لقمة بس لأن بيجرب البيتزا. آخر لقمة بس لأن بيجرب البيتزا. أيوة يا سلام، هاي شلون تشيل البيتزا مع السباجيتي؟ ها تشوفون ايوه اوكي. اول مره يا جماعه اكل بيتزا مع السباجيتي، اول مره. بصراحه يا جماعه البيتزا عنده تفوز، لكن الباستا، الباستا شيء ثاني، الباستا شيء ثاني. الباستا، البيتزا حلوة، الباستا شيء وايد حلو صراحة. الباستا البيتزا حلوة. كان المطعم يا جماعة في لوسيل يم كويوتو، كويوتو صح اسمها، هاي على طول يمه بالضبط بيتزا نابولي. الباستا تفوز. هذا الشبل من هذا الأسد. كيف الحال يا ابو خالد؟ هلا والله، عساك طيب. شو العلوم مختفي يا يبا؟ ايش عندك البحر؟ ها تغلى علينا اشوف. لا اذا في حد خاطفك قول لنا، في حد ماخذ قلبك قول لنا يبا. واحده بس اربعه؟ لا انا ما جبت لا نفيه ولا ذكر. القعده معاهم ما تمل والله. الله يرحم والديك. سفرنا يبا، سفرنا بغيرين شخصيات. يقول له خلني انا اليوم السمي وانت خليك هو السمي. السمي يقول له والله يبا ما اقدر. عيب زين، يقول له روح يجيب لي مي. لا يعني انت لا تعيش الجو. هو عيب اطلبه روح يجيب لي مي. لا شو الظاهر كان طرشه كنت. لا لا بس تي اروح اجيب لك مي. لا 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 والله يبا. لا والله انا اشوف انه قاعد يتطاول عليك يبا. لا 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 مو تطاول، هاي اسمها لعانه. يلا قلت لك ما بدي نسوي تحت الشاشه. يلا والله تعال نعيش الدور. يلا شنو شنو؟ انت ابوي اليوم وانا ولدك. العود اي اكبر مني. محمد صح؟ شلونكم محمد؟ شلون السفره؟ اي سفره؟ انت ياري. لا انت ابوي طيار يعني وظيفه. ها انت ايه ماضي يعني الحياه نفسها. شنو اللي يتغير؟ لان شنو مسخره انت؟ شنو اللي يعني ما ادري عادي اقول نعيش الدور؟ شلون تسب ابوك؟ اسف يبا والله مو قصدي على ما تحلون. ترى يا جماعه افا انا اعرف يجيبوك الحين. ايش تبي تكتب على صورتي؟ ابي اكتب كل يوم تزيد قناعتي بأن البشر من بعيد أجمل. من بعيد يعني مو كنت قريب. لا السمي غلط. أنت فاهم؟ أنت مش فاهم ولا عارف ولا شيء. ليه؟ لا السمي ما تحط على صوتي. تبيني أمشي بامشي. لا طيب أحذر جائع النفس إذا شبع والواطي إذا ارتفع.
اقول لك كلامي بس اقول كلام على صوري حط على صورتي زين بحط هاي خلاص دللها ترى الايام سراقة زين خلصتك ما تبي طيب خلنا ندور كلام مشكلة تيك توك سم... تويتر اشياء كثيرة حطمت قلبي لكنها اصلحت رؤيتي لا مو بحلو سمي حط لي كلام حلو يا اخي خلاص خلاص ها بعد الكذبة الأولى كل الحقيقة شك الله يا أخي غلطان قاعد معاكم يا الله أنت أكيد ربيته أنا ما أتوقع أن أنت اللي مربي أسبوعين بس ربي الاحترام لا يصلح للجميع فالبعض لا يقتنع حتى يوهم هذا علي يعني على صورتي تحطها ما أربع أنا حطها مرتين لا قصدي يعني أن صورة شلونك يعني بقى ما يصير ترى انت ولدك علي لا والله لا سمي حط لي كلام حلو اكتب 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 الدب وهو لا 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 اكتب تدري تدري انا اقول لك اكتب ما له شيء بي شنو انا اللي ما لي شيء بي شنو خلاص بكتب هاي يا رب اكرم امي بعطاك حتى ترضيها على صورتي امك انا امك انا ولا شنو امك يا اخي كلام 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 ما لها امك ما لها خص فيني ولا انا لي خص في امك ما لها خص الصوره يا اخي صحيح صحيح انت من نوع تحط صوره ما لها خص الكلام حصلت غيابكم وقت الشده انهى حضوركم في كل الاوقات الله ياخذك ان شاء الله لا تحط صورتي اساسا يا يبا لا تحط صورتي وصل حق ابوي حق ابوك ايش بتحط له يقول لك عن حنيه عن الحنيه اللي تصاحب جلسه الاب حتى لو كان ساكت يعني ايش تقصد انت بالكلام؟ ابوي ابوي ينفع عليك انت بدور لك كلام بس قسم الحيوانات بذبح السكت احبك يا اخي ترى احب القطاوه يعني والله يعني مو شرط ترى حتى انا ادري ايش احب؟ الكلاب انا اموت في الكلاب اموت فيهم الاوفياء ايه الكلاب الكلاب مو بالاوفياء الكلب هاي مال الشارع اللي تضربه بنعال ما ادري شنو انا احب هالنوع من الكلاب والله كل واحد يصاحب اللي يبيه ما من شي صاحبتك يا كثر سوالفك يعني انزل سناب وانا ساكت ما ادري شلون يا كثر سوالفك يعني انزل سناب وانا ساكت ما ادري شلون يا كثر سوالفك يعني انزل سناب يعني شو سناب حاطين سناب عشان نسولف تغشمر نضحك صح ولا لا السناب كذي ما يبونك تسولف واذا ما سولفت ايش قالوا وينك واذا صورت ايش قالوا لا انت وايد تصور شنس ارضاء الناس غايه لا الحيوان اللي بيرضي الناس ما يقدر ما بطل خارق اللي يرضي الناس امم انا اليوم وراي يا جماعه نسولف بدون ما نتكلم اوكي فقط عدم النم نم معصب لا الحمام نم يعني شلون يعني شلون نصور سناب بدون ما نتكلم ما يصير لازم نسولف والله أمم شنو أمم أهرامات أيوة مصر إيه يعني أهرامات في وين أمريكا في وين في أمريكا في أهرامات لا باريس لا أذكر في اللوفر هرم واحد زين شفاف صدق ما بتكلم والله من حقكم تزعلون علي اذا سويت كذي